كبير. نتواصل نحن وأنتم في هذه المساحة من ظلال العصير، ورحب بكل الذين انضموا الآن للمتابعة والمشاهدة. أهل وطني عندي شوق لنيل، أنا عندي شوق لنيل والأهل وطني أجريف واللوبيا وباقي ذكرى حبيب والشتاء صفصاف والشتاء صفصاف القاي معامل زريب قم غطي الجيب مغطي الجيل فوق روعة عجيبة زمان الدلة لما كنا صغار كان زمان الدلة لما كنا صغار من فراق
الفريع مقطع الأثمان من فريع لفريع مقطع الأثمان كم بحر ناس كبار وصغار كان بحرنا نعوم ناس كبار وصغار فينا طيب القرى وما في كان أسرى لناظم هذا اللحن شاعر الجرافي أستاذ صادق الياس، تمنياتنا له بدوام الصحة والعافية والرحمة والمغفرة لأحمد الجابري، تحايا الصحة والعافية لعمر جعفر هذا الصوت الندي الذي غادر السودان قبل أشهر قليلة.